السلام عليكم لافامي، مرحبا بكم في فيديو جديد. مرحبا بكم في نهار زوين. اليوم ماشي موتيفاسيون، علاش اليوم غتسمحوا ليا؟ قبيله مريح مع الدراري وسمعت واحد البلان جاني غريب، ما كذبش عليكم. هو واحد الدري قال لي كنتحداك نضرب 5 تاكوس في ساعه. جاتني غريب، انا ما كذبش عليهم، كناكل انا مزيان ولكن ما قدرش ناكل 5 تاكوس في ساعه. داكشي علاش قلت غادي نصور لكم هادشي، حيت اول مره غادي نشوفه في حياتي وبغيت نوريكم هاد البلان. اش كتقولوا معايا في هادشي؟ واش يقدر ياكلهم ولا لا؟ المهم والعجيب في الامر الدراري هو ان الطاكوسات اللي كنهضر عليهم انايا ماشي دوك الطاكوسات العاديين، هادو طاكوس ديال بصح، يعني طاكوس عامر. هو عارفهم الدري وقال لي ناكل منهم 5 وفي ساعه. اليوم غادي تعرفوا هادشي وسمحوا لي ما غتشوفوش موتيفاسيون كيف العاده. اليوم ما كذبش عليكم غتشوفوا شي حاجه غريبه وعجيبه، يعني انسان فريد من نوعه. بقاو معايا، دابا غادي تكتشفوا هاد البلان اللي انا باغي نكتشفو. قبل ما نبداو ما تنساوش لايك، تابوناو فلاشين باش يبقاو يوصلكم ديما الجديد. للتذكير هذه القناه ديال الموتيفاسيون ديما، غير اليوم شفت شي حاجه، يعني سمعت شي حاجه عمري سمعتها وبغيت نشوفها، وبغيتكم حتى نتوما تشوفوا هذا البلان. اليوم كنوعدكم غادي يضحكوا باش نكونوا فاهمين. بقاو معايا باش تكتشفوا معايا هذا البلان، راسي دارني وما نكذبش عليكم بغيت نشوف هادشي. المهم لا فامي، لقيتوني يلا صونيت للدري عشيري فين غنمشيو وياكل الدري 5 تاكوس. قلت له وجد لي شي تاكوسات يكونوا بلا ما ندويو. دابا لابيل راه سجلته ولكن ملي نقلب الكاميرا لقيت داك الشيء ما تسجلش. قال لي الدري راه ما غياكلهم، شكون هاني؟ تخيل معايا الدري اللي كيصاوب لينا وكيتهلا فينا، تحيه لخويا حمزه. قال لي ما غيكملهمش. المهم حنا غنكتشفوا هادشي شي اليوم، والله حتى بغيت نكتشف هادشي. داكشي اللي صورت لكم راه حيت جاتني غريبه، والتاكوسات اللي كنهضر عليهم دابا غتشوفهم وغتعرفوا. المهم بقاو معايا، غادي نصوني للدري اللي داير معايا التحدي اللي قالك هياكل 5 تاكوس في ساعه. غنصوني له، شو هالسميه اللي مسمي على راسه هو تيقول لنا عيطوا لي ميمو. ميمو جايه من ميمي. الو ميمو فين؟ شنو باقي عندك لمشك؟ صافي. اه 5؟ اه كلمه معايا 7 ونص طلاقه. لا 7، انت باغي تزيد الجوع؟ ياه اه 7 وصافي. صوني انت فين؟ في لاصال؟ لا يلاه نشكري الحرام، باغي تمشي لاصال ترجع هيج يا الميكروب. والله ما عرفت جينو. يلاه هو صح، سياسي تريني اش نضحك معاك. يلاه المهم انا راه سولت كاع الناس قالوا لي يا خويا هذا راه تيخربق، حنا نشوفوا هادشي كامل. يلاه سير عشير ادخل موسوعة جينيس اخي، الارقام قياسية. هو اللي قال لك 5 تاكوس غياكلهم ان شاء الله. 5 تاكوس اليوم ان شاء الله باذن الله. 5 تاكوس الوقت ستيب بيريود كاينه واحد اونور اي 20 تقدر معنا بالدارجه صاحبي. ساعة و20 دقيقة 5 تاكوس هذا فرونسي حشومة. ساعة و20 دقيقة. لا ما قلناش 20، 20 قلنا ربع. لا ما قلناش، قلنا ساعة. سمعوا اخوت، قلنا ساعة. اسمع ساعة لاصقة. اسمح لي انا فكرت 5 تاكوس. لا 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 ما تقول لنا، لا لا قلنا ساعة و 15 دقيقة. شوية قلت له راه تقدر نزيدوا واحد دقيقة، قال لي لا، قال لي ماشي مشكل. لا صاحبي صاحبي نعاودوا دابا حنا. لا ما كاينش نعاودوا، اسمح لي شي ربع ساعة هذيك اللي زايدينها لك راه بزاف. انا راه تنقول غتفوتوا تساليو بساعة. لا لا ما اسمح لي، خصك تكون قد كلامك. انا معاك 5 تاكوس غنختارهم انا، ما عنديش مشكل اون فريت، ولكن اللي بغي يقول لي يدير فيهم تاع الكوطليط فيهم كف تاع اللي بغي يدير. صافي صافي يتهلا. مهم غنتقاتلوا فيها. انا اول مره غنشوف هذا الشيء. انا كيما كتعرفوا هاد لاشين ديال الموتيفاسيون ديما، ولكن هذا قال لي شي حاجه عقلي ما بغاش يستوعبها. قلت والله غنشوفها وانت نتوما تكتشفوا معايا. فوالا تكتشفوا معنا اليوم. قول لهم التحديات اللي ربحتي ديالاش. ديجا الدراري ديال كازا اللي كانوا كيتفرجوا فيه راه كيعرفوهم انايا. تحيه لولاد كازا. تحيه الدراري ديال كازا. ديجا درت معاهم 3 تاكوس دوبل اكس ال، 5 يوغو، نص حرشه، هادشي كامل درنا. خويا حماد ما قناش العام. لا لا العافين اخويا. ويوغو شحال ضرب شي 5 يوغو. 5 يوغو. 5 يوغو. القصعه ديال السكس ولا؟ لا لا بعد القصعه. المهم انتم غتشوفوا معنا اليوم الخوت كما ان شاء الله. اليوم تشوفوا ان شاء الله يا غادي يربح يا غادي يربح يا غادي يربح يا غادي يربح. الا دار هذا الشيء راه والله تحت احترامي. ديجا انا بصراحه اخويا اش نشارك اخويا؟ لا كاينه كاين مسابقات ديال هذا الشيء. المهم اليوم غنشوفوا هذا الشيء. الدري عيط للدري صاحبي راك اي واحد تنتلاقاه تنسولو صافي قال لي راه ما يمكنش. المهم خصك تخسر ان شاء الله اليوم. لا ضروري ان شاء الله باذن الله. يلاه المهم بقاو معايا، نتمنى ربي ما يخيبناش.
لا ربي ما يخيبكش اخي، انت غادي دير 5 طاكوس وما يخيبكش. احنا دابا وصلنا اخي ميمو صافي. واش واش مع الخاص على الشاجه؟ اسمع هذه هي اللي غادي نبقى شندير دابا الرايب. لا 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 عندك كل شيء. لا لا تاكل رايب انت مالنا فين؟ لا غتاكلهم اخي عاد ولي نعاود تاكل ماشي لا ما كيكون معلقه شكون كسرتو؟ غتعرف غنضرب كل شيء بالخبز كل شيء هو باغي يبغى ياكل الماكله. في الاخر صافي سي حطو نايا اخويا حطو الاول سيدي اخلي اخلي بالله سير 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 يا ربي كون هاك نحلف الاول ساله بعدا دابا الثاني انا متاكد باعك لا ريح الاخر الاخر هو اللي طالع له الفراش بارك الله سير اخوي ميمو الثاني معلم ها هو كمل الثاني تبارك الله اخوي ميمو الرابع اخي دابا 3:30 كاين وري على قال انا داخل عرفتي ما توكش دير شي شطحه واتعشى باللي دابا ضروري تعشى باللي ها اشنو نديرو انا وياك؟ ناخذو هاد الطاكوس راه غياكو غياكو والله الله واه بالجوع خويا صافي ربحتي التحدي خويا اسمح لينا والله اسمح والله الا هاني 150 مشات ماشي مهم هاني والله شكرا اخويا واسمح لنا الله ينعل السلعه هذيك اخويا نشط ليا مع راسي صافي بعد طاكوس ما بعد الرابع قلت له الرابع بحال هو شوف 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 ش
يلا كمل اخذ ديك الدغيم انا ما تبقاش في الخامس اخويا تبارك الله الله يحجبك المهم تقوى حق الله شو تيبان لك عد عربي شي بلاصه هنا المهم جيم مهم جاش تبي هادشي انا والد انا احسن كلمه قلتيها في هادشي كامل علاش علاش une menace a été détectée والله ما بقاش يفهم دغيا بالله تبارك الله من خلي شات السرطة بالله شو تقول في هادشي يا خيمي زادني نص كيلو في الصدر بزاف والله اخويا الورشي تمشى بزز اخي لي زابط ما نعاودش ليكم ولاو عندي قداش بارك الله عليه وحق الله راه شي حاجه راه خيالي ولا عرض ولا عرض منك اخي فهم باللي فقد منك يا قلت شاف الاول ان شاء الله الاول اريح ما تقيسنيش في كرش انت اريح نشوف الاول شي حاجه والله ماشي زعما قلت زعما راه مشي نضرب خمسه ولكن انا مش نبان لك في هذا الشيء هذا ان شاء الله خويا الانسان معجزه خصك تشارك في ديك موسوعه غينيس نعم لا لا